هو دخول وتغيير اتجاه وباسكت. دخول دفاع قوي من عبد الرحيم والمتابعة لنادي السد، نجاح للدفاع ونقل الملعب ودخول، ويا سلام وعلى اللوحة. الزعيم يبحث عن التعادل والتمريرة والتصويبة الناجحة، وفعلا هو محاول الدخول وراح وغير اتجاهه ونجح في التفوق. السد يخلي الفارق نقطتين ودفاع فول كورت، ايه ده خطفوها وعملوا التعادل. طيب وان الاهلي يعمل خطا علشان وراح فين؟ اوه ولا سيناريو الافلام، ولا سيناريو الافلام. فرقه وهاند اوف هيقف ويعمل ايه؟ ودخل ويزي ايزي فيها 7 دقائق 32 ثانية. ومصطفى صان تصويبة ناجحة، ورايح رايح 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 اهو هو لعيب قديم، ونشوف المهمة الدفاعية اكيد عشان يمسك الراجل ده. والراجل ده نقطة 13 8 عذرا 8 نقاط محمد عبد العزيز. تاني البيز لاين وهي هي اللعبة. يبص هيعوض ودخل من على البيز لاين وغير اتجاهه وراح وعكسها وحطها. ايه مصطفى دي اولدهام جوليوس هيصوب ولا ايه؟ صوب فعلا. لعبها بعقل، لعبها بشبره، هيفرق معاك كتير. وهل تصويبه تانية هتضيع من السد عشان تروح الكره؟ ناصر هيصوب، ناصر بيجيب المره كبيره. انت بتتكلم يا دكتور 29 نقطه لطنجي ولا محترفين، ودخول الراجل ده فايق النهارده.